مرحباً، الصفاء ترحب بكم. هل فكرت يوماً بالأسباب التي تجعل دجاج الصفاء متميزاً؟ السر الذي يجعل دجاج الصفاء طازجاً، صحياً وشهياً هو ما نسميه سلسلة نقاء من الصفاء. دجاج الصفاء عماني 100%، يتم تفريخه، تربيته وتجهيزه في سلطنة عمان. الصفاء هو أكبر مشروع دواجن متكامل في سلطنة عمان، حيث يتكون من أجهزة تفخيص، مزارع الصيصان والتربية، مصنع أعلاف ومعالجة، ويمتد لمساحة أكثر من 40 كيلومتر مربع، وسط منطقة نجد في ظفار، بعيداً عن أي مصادر للتلوث أو الأمراض. كما أن دجاج الصفاء يتغذى على الذرة والصويا، والتي يتم إنتاجها في مصنع الأعلاف لدينا والمجهز بكافة المعدات، بدون بدائل غذائية وبدون غذاء معاد تدويره. دجاج الصفاء يتغذى بغذاء صحي، ويتم تربيته بشكل طبيعي دون منشطات أو هرمونات صناعية، وبدون حقن بالماء لزيادة وزنه. كما أن دجاج الصفاء حلال 100%، حيث يتم ذبحه يدوياً طبقاً للشريعة الإسلامية، بدون صعق كهربائي أو إضافة مواد حافظة. هذه هي سلسلة النقاء من الصفاء، التي تجعل دجاج الصفاء دائماً متميزاً، ليصبح الاختيار الطازج الصحي والشهي للعائلات التي تهتم بالصحة أمثالكم.